مستمعينا الأفضل، بعد هذا الفصل وفقرتنا طبية صحتي رأسمالية مع الدكتور رشيد بن عمي أخصائي في الطب العام بمدينة سلا، كيف ما وعدناكم أسبوع خاص بالمرأة، دكتور رشيد بن عمي غادي يستحضر معنا مجموعة من المواضيع الاجتماعية والطبية المتعلقة بالمرأة، دائما شرح مبسط وسلس كنتمنوا تعمل فائدة. دكتور صباح الخير. خير بارك الله. أش أخبارك دكتور، لاباس عليك؟ الحمد لله. إذا دكتور اليوم أو هذا الأسبوع بالأحرى غادي نتخصصوا مجموعة من الأمراض الأكثر انتشارا عند المرأة، وخصوصا أن الاختلاف بين الرجال والنساء ما كيقتصرش فقط على دوكسينات الشخصية والتشريحية والبيولوجية كذلك، بل كيتعداها الأمراض كتصيب النساء أكثر من الرجال، منها النفسية كذلك دكتور، فبغينا نتعرفوا معك هذا الأسبوع تفاصيل أكثر إلا سمحتي. هذا اليوم هذا كنباركوا جميع العالم. نعم. ومعاد العالمين هذا اليوم هذا إنه يوم مثلا هذا اليوم ضرورية، وكنت مؤكد أنه سيكون في العالم كله بإثره للنهوض بالمجتمعات كيفما كان نوعها كيفما كانت ديانتها وتقاليدها. نعم. لأننا كنعرفوا بأن المرأة ستكون واحد العنصر أساسي للمجتمع وهي البنية الأساسية لتكوين المجتمع. نعم دكتور. تنزين البنية الأساسية البناء كله ما غادي يكون هش. فهذا اليوم كما كنقولوا ماشي هو جاع الفراغ، لكن الاهداف ديالو متعدده، احنا غادي نحاولوا باش الاهداف ديالو ندخلوا حتى في الناحيه الطبيه. نعم. بالنسبه لهذا اليوم ماشي نجلسوا اليوم ونبقى نقيموا ونقولوا المراه خدمت هنا ودارت هنا وفعلت هنا وكذا، ولكن لا، نقيموا المجهودات المبذوله سابقا ومعرفه مدى اهميتها في تغيير هذا الجزء الكبير من المجتمع. نعم. واش هذه المجهودات كانت يعني اعتقد الاكل ديالها املا ويمكن نبدلوها او نضيفوا اليها شيء اخر. بالنسبه لنا نقترب من الاهداف ديالنا، وكل سنه يجب ان نقيم هذا المجهود الكبير ونشوف القوانين الجديده هل استطاعت من تغيير الفكر على المراه، نغيروا بعد الفكر ديال المراه، هذه الرؤيه للمراه غادي نغيروا الفكر اللي عند الجميع، سواء المراه كيف تنظر الى نفسها، كيف الرجل ينظر الى المراه، وكيف الطفل والشاب الى اخره ينظر الى المراه، باش كل عنصر من العناصر المكونه للمجتمع يكون عندها المكانه ديالها والمكان ديالها في تكوين المجتمع، لان الله ما خلقش هذا الشيء بعبثا ولكن كل شيء بمقدار. ونشوفوا هذه المشاريع الجديده والمعطيات والقوانين الجديده واش دمجات المراه في المجتمع ولا خلاتها خارجه عن المجتمع. من الناحيه الطبيه غادي نفصلوا هذه الامور هذه وغادي نشوفوها ان شاء الله. نعم. ونشوفوا الظروف اللي احنا كنهيئوا ليها واش تساعدها ام لا تساعدها، لان كنعرفوا المراه اللي كل ما تيهضروا عليها الناس يقول لك الكائن ضعيف كائن ضعيف. لا، كنعطيوها المكانه ديالها والسميه ديالها الحقيقيه، وكنعرفوا بانها هي كرم الله بانها الامومه، وهذه الامومه اعطاها خصال اللي ما اعطاهاش للرجل، يعني ان هذه المراه من بدايه تكوين المجتمع كما قلت لكم اللبنه الاولى هي اللي كتكون الطفل الجنين في داخل رحمها، تقتسم معها الطعام ديالها، يعني لا احد يقتسم الطعام معك انت كائن حي الا امك مده 9 اشهر. نعم. مده 9 اشهر انت كتاكل منها من جسدها، وقلب ديالها كينبض بقلبك ودمها في قلبك، يعني انك جزء منها، والجسد ديالها يتعامل معك كانك جزء منها وليس بجسم غريب، حتى اثناء الولاده، ورغم ان كاين واحد المعاناه في الولاده ان ذلك كله يتغير الى محبه وحب لذلك الطفل، لكن هذه ظروف تمر من المراه نفصلها ونشوفوا تاثيرها النفسي الايجابي والسلبي على المراه. نعم. مواضيع اخرى ان شاء الله. نعم دكتور. بالنسبه لنا المراه عندها ملامح في الجسد ديالها، عندها اشياء اخرى هي ديال المرضعه، يعني ان وقت الرضاعه ما خصناش نتعاملوا معها كالاوقات اللي ما كتكونش عندها الرضاعه. الوقت اللي كتجيها الدوره الشهريه ديال الحيض ما خصهاش تتعامل معها في الوقت العادي، لان الشرع تتعامل معها وترومو، يعني رد عليها الصيام ورد عليها الصلاه في هذه الفتره، خصنا ناخذوا هذه الفتره بعين الاعتبار العمل المردوديه والتاثير الفكري على المراه. نشوفوا المراه التكوين ديالها، كنعرفوا بانها عندها ما يسمى بالاعضاء الخارجيه اللي كتعطينا تغيير على الرجل. هذه الاعضاء تنقاو الثدي. الثدي يلعب واحد الدور مهم في حياه المراه قبل الولاده او بعد الولاده وفي حياتها دائمه، والتاثيرات التي تقع على هذا العضو
انها كتصاب بشي امراض اللي ما كانش كتطور على بالها وما كانش كتاخذ بعين الاعتبار وما كانش كتاخذ احتياطها. فهذا الثدي هذا اللي ناقينا حكيناه كنعرفوه بعدا شنو هو. وعضو موضوع في الصدقه او الجهه العليا للصدقه شي كنعرفوها، عنده شكل ديالو. فكيف هو يتكون؟ شنو المكونات ديالو؟ المكونات ديالو كنلقاو انه هو غده، يعني غادي تبقى تصنع بحال شي معمل كيصنع وكيخرج مواد اللي ضروريه للحياه ديالها والحياه ديال الطفل. نعم. هذا الثاني مكون من 15 الى 20 جزء بحال قلتي دي كومبارتيمون بحال بيوت صغار. هذوك الاجزاء كل جزء مفروق على الاخر بالشحوم. شنا؟ عاد تلقاو كاين العروق ديال الدم، عاد تلقاو الجلد، ولكن ان العضلات ليست موجوده داخل الثدي ديال المراه. وهذه غتعطينا معلومه ناخذوا منها اشياء اخرى اللي يمكن لنا نتعاملوا مع الثدي. وهذا يعني الكومبارتيمون هاد الجزيئات مكونه بواحد الشكيوات صغار اللي كنلقاو كثير منها ديال الشكيوات. كل كومبارتيمون كيكون عنده بزاف ديال الشكيوات اللي عنده قنوات وبحال كيوات صغار وكلهم كتجتمع ديك القنوات وكتعطينا نقطة واحدة وهو الرأس ديال الثدي اللي كنسميه المبلون، الرأس ديال الزبلة اللي غادي يخرج منه الحليب. يعني بحال عندنا شكيوات كيصنعوا الحليب وكلهم كيدخلوا في واحد القنوات صغيرة وكتوصل للرأس ديال الثدي، من ثم يمكن الامتصاص ديال الحليب من طرف الطفل أو الرضيع. كيفاش كيتكون هذا الثدي والعوامل المؤثرة عليه؟ كيتكون أولا بالهرمونات النسويه اللي في البدايه ديال البلوغ وقبل البلوغ كتاثر على يعني الشابه او الشابه او الطفله اللي كتوصل لواحد المرحله كتفرز هذه الهرمونات. ملي كتفرزها كيعطينا ابراز ديال هذا العضو، وهذه الهرمونات عندها علاقه مع هذا الشكل ومع الابراز. يعني اذا كانت ناقصه ما يكونش الثدي بواحد الحجم كبير، ما يكونش بواحد يعني الصفة ديالو ما تكونش كاملة، يكون صغير تكون مكمش فيه جلدة بزاف. كاين كذلك أشياء أخرى اللي كتدخل فيه وهو المشكل ديال الوراثة اللي كتدخل في التكوين ديالو. وهذا العضو كيفاش كيتردى؟ كيتردى من الدورة الدموية جميع الأعضاء، كيوصلوا ليه الدم بالعروق يعني الشرايين، وكيرجع الدم باش يعمر بالأكسجين بالأوعية، وكيرجع هذاك الدم كيدور تيغذيه ويجيب ليه المواد التغذية ويجيب ليه كذلك الأكسجين. وكيفاش كيتخلص من الشوائب والاشياء اللي هي سامه عنده؟ كيتخلص من واحد الدوره اللي كنسميوها الدوره اللمفاويه. هذه الدوره اللمفاويه عندها عريقات كيمشي وعنده اتصال مع ولتيس. هذاك الولتيس فين تيكون؟ تيكون تحت الابط اللي كنسميوه اكسيلير اللي كونغليو اكسيلير. وكاين عندنا كذلك ديال السفله ديال العنق اللي مع الصدر تيسك لافيكيلير. وكاين كذلك الولتيس اللي تيكون داخل الصدر. هذا كيعطينا واحد المعلومات كذلك في التشخيص ديال الامراض اللي كتصيب الثدي. وكنعرفوا بان واش هذا المرض بقى في الثدي بوحدو او انتشر ذاك الولتيز او انتشر الجسم، الامراض الخبيثه. بالنسبه لنا اشنو هي العوامل المؤثره على هذا الثدي؟ باش ندخلوا ان شاء الله التفاصيل ديال الامراض اللي غادي تجينا على الثدي. كاين اولا الشكل ديالو. الشكل ديالو اي امراه اي شابه اي انسانه اللي هي انثى الا وكتنتبه للثدي ديالها وخصو يكون عنده جماليه اللي هي ذات تبغيض النفس ديالها انسان عابد. ملي تيكون عنده ديك الجماليه منعدمه او ناقصه كيكون تاثير نفسي على هذه المراه، وكتدير جميع الوسائل باش يمكن لها توصل لهذه الجماليه ديال الثدي ديالها باش يكون عندها. فتفهم بان الثدي عنده ارتباط مع العنصر اللي كما قلنا وراثي. ثانيا عنده ارتباط مع العنصر ديال افراز هرمونات النسويه للاستروجين. اذا كان عند الفتاه في البدايه ديالها ديال البلوغ نقص هاد الهرمونات، الابوين ديالها يحتاجوا عند الطبيب باش يقتل هاد الهرمونات لان الجسم ديالها غادي ينمو غادي يكون متساوي. نعم. وفي البدايه كتصلح. بدايه نعم تصلح في البدايه. نعم. وشنو هي العلامات ديالو الاولى اللي كتبان؟ ما كتبانش هنا في الثدي ولكن كتبان في الدوره الشهريه ديال المراه، يعني العاده ديال الحيض كتكون ما كتجيهاش في الوقت ديالها او كتجيها بزاف او كتهرب على الوقت مده طويله. هنا الاب والام اللي هما مسؤولين على البنت اللي كتكون 14 15 سنه يشدوها للطبيب وغادي يبشرها ويعطيها العلاج ديالها ويراقبوا العلاج بدقه.
وكذلك حتى الكونترول ديالها يعني المراقبة ديال الطبيب تكون بدقة باش كتوصل الغاية ديالها والمبتغى ديالها وما كتكونش متأثرة نفسيا والتكوين ديالها تكون عادي بالنسبة لنا. نعم. كاين عامل السمنة. كاين عامل السمنة كتأثر كذلك على الحجم ديال التزيين لأن كنعرفوا بأن التكوين ديالو فيه شحوم كثيرة جيت ملي كيتعرض لوزن كبير وكيتزاد ليه الشحوم كتأثر في التزيين وكيرجعوا كبار وكتبع المرأة كتقول لك لا أختي مشي ندير عملية جراحية ندير كذا ندير كذا فأنا تكون تباشر بسيكولوج وتباشر طبيب باش يشرح ليها وعلمها ودير ريجيم وغترجع نورمال. بالنسبة للرياضة واش الرياضة عندها واحد الدور أهم أو مهم أو عندها بلاصة اللي غادي تصاوب لنا التزيين ديال المرأة؟ لا نقول ما عندهاش التزيين لأن كما قلنا من قبل وهضرنا قلنا ما كاين فيها حتى عضلة. ملي كنديروا الحركات الرياضية لأن كتعتمد على العضلات لأن كتقويهم أو كتزيد في الحجم ديالهم ولكن هذه عندها شحوم هي داخل الثدي وعندها غدد ما يمكنش غادي نديروا الرياضة باش نفخوا الغدد ولا نفخوا الشبع. إذا هنا باش المرأة ما تبقاش تجهد على نفسها ولا تمشي تدخل في الليطال وكتقول راه الثدي ندير ليه باش يوصل لا كتشوف وسائل أخرى. إذا هذا الثدي شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو كما قلنا من ناحية المظهرية كاين المظهر كذلك الدور ديالو من ناحية ديال التغذية ديال الطفل. شنو هي العوامل اللي غتأثر على المرأة إذا كانت كتستعملو في التربية يعني في الرضاعة؟ نعم. ما غاديش نهضرو على الرضاعة السليمة أو الغير سليمة لأن تخص الطفل ولكن نهضرو على الأم كأم. الجسم ديالها شنو اللي غادي يأثر لها على الإنتاج الحليب وهي كترضع؟ أول شيء هو أن كنعرفو الطفل ملي كيتزاد الرضيع إذا كانت عنده علاقة بالأم ديالو داخل الرحم كتكون عنده علاقة مع الأم خارج الرحم من الزاد. أول غوتة اللي غوت هي اللي كتعطي أول طعام. تعرفوا أن الدري مصرخ في الحياة ديالو أم ديالو كتغذيه ما كاينش اللي كيغذيه من غير الأم. نعم. إذا فالأم ارتباط ديالها ما بقاش داخليا ولكن حتى خارجيا. لأن هذه وسيلة من الوسائل ديال الحياة باش كنواجهوا الحياة باش الإنسان يمكن ليه يطعم ويزيد ينمو بدون مشاكل. أن ذاك الجسم اللي كان يعتمد عليه باقي كيعتمد عليه. هذا الطفل خص الام دائما تعطيه الرز بالزوله ديالها باش يبقى يمتص الحليب قد ما مص الحليب في الاول ولو ان ما عندهاش حليب ولو انه ما تيبغيش غادي يبقى هي تفرز الحليب. كل ما كيكون الانتاج اكثر كل ما كان فيه مص كل ما غادي يكثر الحليب عند المرأة. نعم دكتور. في بدايه الرضاعه وهنا خصنا نعلموها بان خصها تكون صابوها لكن بعض المرات المرأة يكون عندها الراس ديال الثدي ديالها كيعكرها. نعم. يكون مجرح ما كتقدر تعطي الدري غير الصبر الاول والثاني وتمشي عند الطبيب يعطيها مرهمات يعني بومادات اللي كديرهم من الراس ديال الثدي ديالها وتبقى تغسل مسكون بمواد اخرى كثيره ما تبقاش تبدا ذاك الجروح وكتمكنها تكمل الرضاعه ديالها ماشي تعتمد على هذا المشكل اللي وقع وتحيد الدري الرضاعه وغادي تحرموا من الاشياء اللي هي الثمينه بالنسبه لي. نعم دكتور الا سمحتي نختم اليوم بمكالمه وان شاء الله غدا نستمروا في موضوعنا. معنا خديجه من اكادير. مرحبا بك خديجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا خديجه. كي دايره اختي لاباس عليكم؟ الحمد لله بارك الله فيك. لا خديجه بيه الدكتور ديالنا الله فيك الله يجازيك. مرحبا. عافاك اختي باغي نسول الدكتور على واحد المشكل عندي. عندي واحد اليد والثدي كضرني. ايه. تقريبا في اللوم ملي يلاه كضرني يلاه فهمت بنتي في عام باش فهمت بنتي الصغيره يلاه كانت عندها بنتي الصغيره رضعتها عامين. وملي فهمتها بواحد عام لاحظت بزاكي وايديا كضرني داليا الالم من ايديا. نعم. وشويه انتقل لي الثدي ديالي وبقيت المهم كنحس بها ومشي دوز درت ليها التلفازه قالت لي يا طبيبه ما عندك والو. نعم الحمد لله. قالت لي غير عندك الهرمونات وشويه الاعصاب. وملي والمهم دوزت ولكن ما ذاك الالم باقي ما كاينش ما بريت. نشوف الدكتور شنو اللي غادي نسولك بالنسبه لينا السن ديالك بشحال؟ السن ديالي عندي 34. ومش حالة دي باش بدك هاد الألم؟ تقريبا بنتي دابا عندها 6 سنين دابا 4 سنوات قلتي انتي قمتي عامين تقريبا 4 سنين وهاد الألم فيك هادي حيد العقل ديالك من الفكر ديالك أن غادي يكون يعني المرض خبيث
مرض خبيث ما كيستمرش اكثر من 6 شهور الى سنه عند وكيظهر على كل شيء. نعم. بالنسبه لك عندك مرض اللي غادي يكون مزمن عنده علاقه بحركات اللي كنتي كديري، هذا الالم فين كيجي؟ واش غير في الثدي او في الكتف او في الظهر من اللور؟ كيجيني الدكتور في الدياب قال له انا النهار كاع اللي غادي نحس بالالم الشديد. لا لا جاوبيني بالصدق. فين كاين الالم؟ كتحسي به؟ فوق البزوله. الالم ديالي في البقليه الجنبيه. سمعي واش كيجيك فوق البزوله؟ في البزوله او في الثدي بنفسه او في الكتف ديالك او في الظهر ديالك في الشوكه ديال الظهر. كيجيني في العروق ديال الثدي ديالي من الجنب اليمين وكيتحول ليا كل مرة فين كيكون ماشي في بلاصة واحدة. فين كيتحول؟ كيتحول يا فوق الزولة يا في الجنب ديالها يا الفوق في الراس ديالها. ايه وتمشي ليك الكتف. وكيمشي ليا الكتف واحد تصور واحد النهار تفقت لقيت يديا ما قدرتش نحركها ميتة عليا. درتي التحاليل الطبية والراديوات وكل شيء درتيهم؟ ما كاين والو. لا لا ما درتش دكتور حتى شي حاجه الا التلفازه اللي دوزت وواحد المره مشيت لسبيطار تمخزنه وقلب ليا التادي ديالي. لا دابا التادي قلنا لك ساهل ماشي هو اللي كيدير في المشاكل. التادي كما كنعرفوه هو محطوط في الصدر ولكن تحت منه كاين عندنا العضلات اللي كتسمى لي ميسكو بيكتورو ديال الراديو الصدر اللي بين الضلوع وهذيك كتقدر بعض المرات تكون فيهم بحال كما كنقولوا تشنجات عضليه نقول هنا قطع اللحم وكيعطيك الالم وانت كيسحب كره في الثدي هو تحت من الثدي داخل وتيقدر هذا الالم هو اللي كينتشر الذراع وكينتشر الظهر من اللور لان الميسكل كله هذيك العضله شاده من الكتف وجايه شاده الذراع من الفوق وشاده حتى الصدر فين كتعطل بزوله كيقدر يكون عندك هذا هو المشكل اللي عندك ولكن في الراديوات وكل شيء ما كيبانش التشخيص باليد كيعرفوا الطبيب لان كيتبع ذاك الالم وخصو عاوتاني يدير دياغنوستيك ديفيرونسيال يعني تشخيص اللي هو اختلافي على واش عندك طوندينيت واش المشكل جايك من الطوندون اللي كاين في الكتف ديالك هو اللي كيعطيك الالام وكيمشي. نعم دكتور. يعني باين هادشي اللي عندك انه عنده علاقه بالعضلات واللي طوندون ما عندوش علاقه بالثدي نهائيا. نعم. وخص الطبيب اللي كان تمشي عنده غادي يقلبك في يديه وغادي يعطيك ادويه وتبقاي متبعه ويمكن يوصلك حتى انك ديري الترويض. نعم. اما من الناحيه النفسيه اذا كان عندك غادي يكون عندك وقت اللي كتقلقي عاد تجيك الالام. إذا كان عندك من الناحية العضلية واحد الوقت كتقومي بحركات أو كتهزي تقول أو أنك كتعرضي لنزلات بردية أو البرد اللي كيتغير كتدوشي وتخرجي البرد هذا كيكون أثر على العضلة. نعم. وإذا كان ديال العروق إذا كان ديال العروق اللي كيهبطوا من الدماغ غادي يكون عندك أشياء أخرى غادي يكون كيتنملوا ديال كتبرد ديال الطبعان يعني أشياء اللي هي الطبيب غادي يجي عندو التشخيص ديالو غادي يعطيك كل شيء بشيء وغادي يعطيك التشخيص ديالك مستر. واضح دكتور شكرا جزيلا لك الدكتور رشيد بن عمي اخصائي في الطب العام بمدينه سلا غدا ان شاء الله نتلاقاو بك ودائما مواضيع خاصه بالمراه مشكور دكتور بعد قليل مستمعينا الافاضل.